ودي وصفتنا النهاردة بعد ما قدمناها، يا رب تكون سهلة عليكم. يا صباح الفل وصباح النور وجود مورنينج وبونجور. النهاردة أكلتنا مكرونة بالجمبري. يلا بينا نشوف مكوناتنا. محتاجين مكرونة الشكل اللي انتوا عايزينه والشكل اللي تحبوه، جمبري متقطع ومغسول، نظف ومغسول، انا بشيل منه السلسلة بتاعت الظهر اللي هو الكيس الرملي ده وبنظفه. ومحتاجين بصل متقطع، فلفل متقطع بالطول، قطعة زبدة، 3 فصوص ثوم، ملح وفلفل، زيت زيتون وكريمة طبخ. دي مكونات الطبخة بتاعتنا، يلا بينا عشان نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي حطينا الطاسة بتاعتنا على النار، سخنت، حط شوية زيت زيتون، حط قطعة الزبدة، البصل كده تمام، نحط الجمبري، نضيف له الثوم، نزود شوية الفلفل، نضيف الفلفل، الملح، نحط الكريمة، نضيف المكرونة. وكده أكلتنا تبقى استوت وخلصت. يلا بينا عشان نقدمها. ودي وصفتنا النهاردة بعد ما قدمناها، يا رب تكون سهلة عليكم وتكون عجبتكم، ومستنية أراءكم. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. أشوفكم في يوم جديد في رعاية الله. يلا هصور. عادي تاني، ما تخرجيش كده بتطلع في التصوير. والله العظيم؟ اه والله. متنظف. ماشي. أعيد من الأول؟ لا خلاص يلا، وأنا هبقى أشيل الحتة دي.